بسم الله، مش مع بعض زي نعمة فتح. أقول له عايز بيوت وأبدأ أتحكم في الخصائص بتاعته الـ Objects. أقول له مثلا الـ Y، أنا عايز أصغر الـ Y شوية، أقول كده مثلا، وأقول له أنا عايز الـ X كام سيجمنت، وليكن 30 والـ Z 30، وهدخل جوه الشكل أقول له ميك إيديت تول. هلاقي الشكل عندي بالطريقة ديت، 30 في الـ X 30 في الـ Z والـ Y 1 زي ما كانت. أقول له أنا عايز أختار عن طريق البوليجن، وأختار آلة التحديد ديت، وأبدأ أختار، وبعد كده هلف الشكل بـ Alt أو ممكن أي طريقة إن أنا ألف بالشكل أهوت، تمام، وأدوس Shift. وابدا اختارهم تاني الناحيه التانيه كده. انا عامل سيلكت على الاربع اتجاهات، اجي على كيوب رايت كليك واقول له سيموليشن تاج. حاجه السيموليشن الحاجات ديت بتدي امكانيات قويه في ثواني. اقول له خليها لي زي الملابس كلوز، اقول له سكين بولز، وبعد كده اقول له دريس او ماتيك. ابص كده الاقي ان انا خلاص اصلا عندي المخدة تحت جاهزة، الواحد يريح عليها لو هو تعبان زي ما